السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين كي نبقاو نشوفوا في تونس ولا مصر ولا السنغال ولا الفرق القوية، المنتخبات القوية والإدارة كي تكون قوية، إدارة كي تكون قوية. خاش بان كنتو تكذبوا فينا كيفاش الحاج محمد راوراوا كان يجيب اللعابه، راه خرج هو هدر. انتوما ما تحشموش، انتوما اصحاب وجوه قبيحه تنجموا تخرجوا تكذبوه. هو غادي ما عندوش تكذبه، ما تكذبوش، هو الهدر لك الحقيقه. كيفاش كان يجيب اللعابه، كيفاش جاب غلام، كيفاش جاب ماندي، كيفاش جاب ادم الوناس، كيفاش ادم الوناس حكاها لي باباه كيفاش جابه، حكاها لي باباه. خلينا من الصوره، حنا المهم وين حسام، يعني وين نقولوا باللي وين شاهدنا، يعني المغرب يعني كي بغوا يجيبوا اللاعب يجيبوا من الميلو، من يجيبوا نورمال عادي 18 عام 19 عام يجيبه. نجوم نجوم طالعين، حبات طالعين، يعني المخيرين يجيبوهم يختاروا، ماشي غير الله كيما كان يدير زاتشي يروح يجيب من الكارطيات يقول لك رانا جايبين من مارسي، ما يمشي اولمبيك مارسي كارطي، انا جايبين من ليون 6 مليون، كيما انا اللي قال لك زاتشي يخطف مواهب من ليون. مي قعدنا نفتشو صناو مكاش كاع دوك اللعابه في ليون، في مارسي مكاش كاع، يعني وجايين دايرين الناس. كي يكون عندك ماناجير ما يزيدوش يتصلوا بيك، وإلا ما عندكش ماناجير يمركوك يقول لك شو عليهم، تصور ارقص ديرها في ستوري وتوعد هنايا شنو كيفاش. ومن بعد هذوك اللعابه كاع دروك راهم نصهم في لاسويس، نصهم راهم تابعين الوكاله تاع لاسويس والوكاله تاع باري، تحكموا فيهم. هذه هي اخويا وين حسم اللعاب الصاحب الاصول. شو الناس حنا راه الاغا ما غاديش يجيبوه، الاغا غادي ينظروا من نهضروا عليه حنايا، غادي ينظروا. وين حسم اللعاب صاحب الاصول المغربيه يونس، يعني نقولوا بلي يونس هلالي مهاجم ميلو والمنتخب الايطالي اقل من 19 عام، يعني حتى وين يلعب في المنتخب الايطالي عنده 19 عام سابق موقف، يعني موقفه في مشواره الدولي مستقبلا بعد الضغوطات الكبيرة التي عاشها خلال الفترة الأخيرة بالاتحاد الإيطالي لمواصلة مشواره مع المنتخب الإيطالي في ظل رغبة الاتحاد المغربي في ضمه إلى كتيبة الأسود الأطلس بحكم أصوله مغربية. يعني وتلقى ضغوطات قوية من جانب الاتحاد الايطالي والمسؤولين الايطاليين، خاطر لعاب طالع حبه يلعب في المنتخب الايطالي، يعني باش يكون على بالكم. هذو كيفاش المغرب يروحوا كي يشوفوا ضغوطات يروحوا يحلوا عليهم، يفتحوا عليهم يخليهم يسبيرو. حنا مش كيما نهار عوار الاعلام طايح عليه، اوريس طايح عليه، ولاد الحرام منا من الجزائر طايحين عليه، ماشي مخليين ذوك لي باطار تاع اليوتيوب طايحين عليه، ماشي مخليين. راني عارف روحي واش راني نعاير صفحات انا نعرفهم تاع من، وهذوك لي باطار تاع اليوتيوب هذيك طايحين عليه. طرطقوه تسام، روحوا لكم في اللوطو راح تخلوا معسكر تاع فرنسا، فرحوا ريحوا صايك ريحوا. وين نعاودوا الناس كيفاش يختاروا الناس كيفاش يجيبوا اللعابه. وقرر الهلالي مهاجم نادي ميلو الايطالي الانضمام الى المنتخب المغربي للدفاع عن قميص الاسود الاطلس مستقبلا بعد مشوار جيد رفقه المنتخب الايطالي للفئات العمريه، بعدما اقتنع اللاعب بمشروع الاتحاد المغربي حيث وافق على الدفاع عن قميص المنتخب المغربي الاقل من 23 عام، إذ بدأ الثلاثاء إجراءات إدارية ليكون مؤهل لانضمام إلى المنتخب بلاده الأم. ناس لي يخدموا صح هذو كيما تقول لي ما تهدرش على ما تهدرش عليهم، خاطش علاه ما نكشفوش المستوى تاعكم هنا كيفاش داير. أنا نهدر على المغرب باش نكشف لكم المستوى تاعكم هنا كيفاش داير. تجيش تقصر عليا أنتيا، جيش تقصر عليا انا نكتب لك، خاطر كاين بزاف اللي تلقى شو بي راه يهضر على المغرب بزاف، واه نهضر لك على المغرب في طون تاع الجزائر، روح ندير لك المحيرقات انايا بس نوض
باش تنوض في الرياضه، باش تسقم روحك في الرياضه. ماشي انا في المواقع داير لي انا ناس يكذبوا، انا في المواقع انا بين امنك، انا ما نامنكش. انا عندي ناس يعني كيامنوني واش راني نهدر، جزائريين ويامنوني واش راني نهدر. انا مانيش، انا مانيش وكال الحشيش، انايا مانيش حمار تمشيني نتايا. نعرف روحي كي نمشي انايا، ونعرف روحي واش نشوف، نميز وحدي. خاصنيش انا تجي تسلي تقول لي اش تهدر، ما نهدرش انا واش تبغي نتا، انا ما نهدرش واش تبغي نتايا، انا نهدر واش نبغي انا واش نشوف انا. مكاش لي رياليه، قناه حر وحدي وحدي، هذه باش ندخل مليح في راسك. وسيكون مهاجم ميلو الايطالي حاضر مع المنتخب المغربي الاولمبي بدايه من معسكر المقبل في شهر مارس، ليغلق بذلك صفحه مشواره مع المنتخب الايطالي بلد الميلاد ونشاته، ويفتح صفحه جديده ستقوده للدفاع عن قميص المنتخب بلاده الام المغرب. مغاربه مغاربه، هذو اللعابه راهم يجيبوا فيهم وكلش، هذو اللعابه اللي راهم يجيبوا فيهم. أمي وجدوا قال لك حنايا كوب دي مون 2026 صح، قال لك نحاولوا كيفاش نقعدوا في البوديوم، نقعدوا في ديك المراتب الاولى. قال لك بصح هذو اللعابه اللي انا نوجدوا فيهم مشروع طويل المدى 2030. قال لك انا نلعب فينال انايا، قال لك يا سي محمد، قال لك انا 2030 انا نلعب فينال. اللي نتايا مازال اللي نتوما ما غيرتوش كاع اللعابه، اللي نتوما هنايا مازال ما غيرتوش كاع اللعابه. تجيبوا زوج زوج جايين تجرو باش تكسبوا الوقت، جايبين زوج باش تكسبوا الوقت. انا فايق بيكم، على بالكم بلي انا فايق بيكم، انا نتوما هنايا، نتوما هنايا مع المشرف تاعكم كلش، انا فايق بيكم. واش راكم تخدموا؟ بس على غالب لي اي او بزاف، اي او امنينكم، اي او لي اي او عاكم صايبينهم. لا غالب شنو غادي نقول. وتخرج يونس الهلالي من مدرسة شبان نادي ميلو الإيطالي، حيث لعب لفئات جميع الفرق الفئة السنية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال الموسم الحالي. وظهر الموهبة المغربية بشكل رائع مع جميع الفرق الشباب، مما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين والمتتبعين. وولد هلال عام 2003 بمدينة ميلانو شمال إيطاليا من أب مغربي وأم إيطالية، وهو ما جعله مؤهل قانونيا لحمل قميص المنتخب المغرب وإيطاليا، يعني وعلما أنه سبق للعب تمثيل المنتخب الإيطالي تحت 19 و18 و19 و18 و19 عام. وتشير لوائح الفيفا إلى أن اللعاب ضمن فئة العمرية للمنتخبات الوطنية لا يؤثر على تغيير الجنسية الرياضية للعاب، لكن في حال لعب ولو لمرة واحدة مع المنتخب الأول لا يمكن له التغيير بعد ذلك. أول وراه رجالة أول أول هذا هو، هذا هو أول وراه. شوف عمل الثلاثي هذو كاع راه متصورين مع الآخر. أول وراه هذو كاع مغاربة. أولا جابوا هذا ومازالوا ذوك زوج، جابوا هذا ومازال زوج، هذو اللي متصورين مع المهدي بن عطية، متصورين مع المهدي بن عطية. الرجالة اللي تخدم، هذو الرجالة يخدموا، هذو يبغوا بلادهم. وجابوا إبراهيم دياز وهلال بالمنتخب الوطني المغربي بعد يعني بعد ملاقاة المدرب الركراكي. ناس يعني كيقول لك ناس يبغوا بلادهم، يبغوا بلادهم، ناس تخدم، ناس هي تخدم تبغي بلادها، ناس يبغوا بلادهم. هذا الناس اللي تخدم، حنا ما فهمناكمش، انا كي راكم تخمو تقول ضد، والله ما فهمتكم، والله ما فهمتكم، والله العظيم ما فهمتكم. ناس دايرين خاليه اكتشاف مواهب يعني عبر العالم، عبر اوروبا كومبلي. المغرب ناصرتهم كاع، ناصرتهم في اوروبا كومبلي، وين ما يبان لعاب يشوفوه الطاب يصوروا ويرسلوا له ويشوفوا ويروح كيساب. ذاك والد الركراكي يروح كيساب، تعكي يطيح كيساب. يعطيهم الصحة خدامين، يبغوا بلادهم.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو باش ديما نكونوا معكم بالجديد، واللي مشي ابوني معنا وصحيتو خوتي.